نورويتش سيتي، لايستر سيتي، الدوري الانجليزي الممتاز، البريمير ليغ، شفنا كيفاش الجوله 28 وين كانت مباراه، كانت مباراه شيقه. شفنا الشوط الاول وين انتهى 0-0، شفنا لويس اللي سجل الهدف في الدقيقه 70 لنورويتش سيتي، خاصه نورويتش سيتي وين كان يبحث على هذا الفوز. شفنا كيفاش دانيلي الفاركي المدرب تاع نورويتش سيتي اللي دخل بخطه 4-2-3-1، شفنا بيناندين المدرب تاع لايستر سيتي اللي دخل بخطه معهوده وهي معروفه 4-1-4-1، يعني شفنا التيم، شفنا ماكس، شفنا جورنارد، شفنا رغم ان نقولوا بلي نقولوا ماركو، شفنا جوزيب، شفنا تيمو بوكي، يعني رغم ان شفنا كيفاش نورويتش سيتي وين الشوط الثاني وين نقولوا بلي لايستر سيتي وين رمى بكل ثقله خاصه بقياده الحارس مايكل، شفنا ريكاردو، شفنا جوني، شفنا كاجلان، شفنا كيفاش بنجامين، شفنا حمزه، شفنا بيريز، يعني دينيس، شفنا كيفاش جيمس، شفنا بارنيس، شفنا مارك، شفنا والفيرد، يعني يوري من يدخلوا هذو دخلوا في الشوط الثاني رغم دخولهم في الشوط الثاني لكن بدون جدوى امام فريق اراد الفوز امام جمهوره الذي دفع هذا الفريق للفوز، خاصة اليوم وين نقولوا نورويتش سيتي كان يبحث عن الفوز للهروب من منطقة الخطر، خاصة وين شفنا كيفاش الكلاسمون تاعو يريد ابتعاد أكثر على منطقة الخطر، خاصة وين لايستر سيتي وين النتائج تاعو تراجعوا في هذه الأسابيع الأخيرة، نقولوا تراجعوا في هذه الأسابيع الأخيرة رغم أن رمى بكل ثقله من أجل التعديل من أجل الفوز لكن بدون جدوى. هذا هو هذه هي المباراة الجولة، نقولوا باللي الجولة الخمسة، الجولة 28 الدور الإنجليزي الممتاز، نورويتش سيتي هدف، لايستر سيتي 0. سعيدوا.